الخير يا أب. صباح الخير، تفضلي يا هانم. اتفضلك الله يا أب. نادية لطفي زي ما كانت بتحب تهزر مع عبد الحليم حافظ وتقول له اشمعنى انت بس العندليب الاسمر، انا كمان العندليبة الشقراء. الحلوة 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 برمش. يا فندم مع احترامي لرأيك، في بلدنا النهارده ما بقاش في فرق بين الست والراجل، الست بتشتغل كل حاجة. هما ايه مش تقصدني ولا ايه؟ عاملين عليها رباطية؟ لما تحب تنقدني خلي نقدك بهناء. ايه الواخد عقل بتفكر في ايه؟